كده هربت يا عبد الباسط من دور المرأة. احنا هنجيها في مجادعة في الغزل، لكن في النقطة دي تحديدا أنا عاوزة أتكلم معك في واحدة من الحاجات اللي يمكن اختلفت حتى في الشعر. يعني بيقال إنه عموما الدوبيت بضروبه اتغير ما بين زمان وما بين الآن، والزمن يمكن لعب فيه دور كبير في إنه أصبح الآن. ممكن زمان إحنا كنا بنقول يا أستاذ أحمد إنه هو ما مفهوم، نعم. والناس ناس كثير ما بتقدر تفهم الكلمات اللي فيه، بالنسبة لهم بيكون معقد. الآن بقى هو موجود في الشارع السوداني، موجود في المنصات، موجود في المنتديات، موجود في القنوات، بقت عنده منابر كثيرة. ده برضو عنده علاقة بالزمن؟ والله يا أخي الزمن حقيقة هو عنده، يعني يمكن أسي الآن بقى الشعر في أي مكان. الخرطوم الآن بقت كلها دوبيت وأغاني ربابة وناس رياف يعني، لكن الزمن الماضي والزمن الحاضر فيه اختلاف كبير. وأنا بقرا لك من نص جميل. البحر قصير يا أحلى الجبال، زمن العطور خمرة وفي ليل، زمن الشقاق فيه الحجيل، زمن الخبير كان الدليل والباجي بيمشي الحريف، زمن العرب مرحاتها فوق، دمروا اللعوت القمري قوق، عزلوا البهم جزول روق، ساق المزر رفا بروق، والبادي عماها الخريف، زمن الورود فوق الحفير، زمن الضحاوي مات نفير، جابوا الدعول عاصوا الفطير، الناس حنان والخير وفير، سكونهم الشقة وصريف، زمن الدبس راقات حقب، زمن الصقيع الزيف وهب، بالتشدر ربوها رب، جابوا السمن كبوه كب، هزوه فوق سعنا خفيف، زمن المروة في الطريق، حكمة لبيب تطفي الحريق، بالطايب الجرح على غريق، والبرق بتعش الفريق، بتعلق السقدم سفيف، زمن الشديد حصره وبديد، زمن المريد فات لنه قيد، كان باقي الراية العقيد، بفتي بحكمة وبفيد، بسمع الشاف والكفيف، زمن المخل بال لنه بل، زمن الجحاف جراسة تل، زمن المطامير في المحل دانوا اللحو، شدوا الرحل مدنوا بقلب النظيف، زمن الضعن عامر المراح، شاهي اللبن قنان وفاح، زمن ابوي تتكالفن وصاح، يهدر ويصرج ليه الصباح، حباله شاتيه النفيف، زمن الهبيل واللندراب، هزوا الحليب في السعن راب، شال على البروق عام السحاب، زمن الصبي بقاوي الصعاب، اجدادنا بتراش الضعيف، زمن الجمال كان صح جمال، زمن المشاطة ديس وطال، زمن المراويد للدلال، زمن التايب يتشابه الغزال، محتشمة ما بتلبس رهيف، ودع زمان الحاشمات، وسع زمن فيه البنات، جدع النقاب عاريات، من لهيب ما خايفات، واليوف مقطع بين نزيف، ويا زمن الرجع كيف، الحي بيموت واليوم بقي في اللي سترك، يا لطيف فينا خيم الليل المخيف، اللي سترك يا لطيف فينا خيم الليل المخيف. يا سلام يا سلام، والله نحن رجعنا معك لزمان ذاته يعني، ويا ريت ايام زمان ترجع. يا سلام، ما بين زمان والان يا استاذ. نعم حقيقه هو زمن قبيل، يعني كان الزمن فيه الاصاله، الزمن هو ذاته نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الزمن هي 24 ساعه يعني، ما زادت ولا نقصت، وال 12 ساعه في اليوم، قد تطول في الشتاء وتقصر في الصيف، لكن الزمن يا هو الزمن، لكن تغيرت الناس طبايعهم. زمان يعني الجار بتتناول منه الشيء اللي انت محتاج له اصلا، وهو يفقدك قبل ما انت تمد له يدك. قال زمن العطور خمره وفي ليل، ايوه وفي ليل، هنا طبعا في ليل في ليل، لكن في ليل للدوره الشعريه، لانه القافيه طبعا بين لام. زمن الدعول، طبعا الناس بتطبخ الدعول اللي هو المسمن، يعني البهيمة السمينة بيسمنوها، ما بده الباطلة ولا بده الضعيفة ولا سنا كبيرة. الدعول هو باعتباره النفير. نعم ضحاوي الناس يعني كانت أي النفير، طبعا كان الناس بيساعدوا بالنفير، يعني إذا كان محمد مثلا مشى يزرع، أقصد الباسط مشى يزرع، الناس كلهم بيقوموا معه، الحي كله بيقوم، واللي طبعا شغل حلو طبعا. نعم ده زمن النفير. وقبيل ذكر طبعا زمن الفحل، طبعا يهرج يصرج للصباح. الفحل طبعا هو الجمل الهاي زي ما بسموه الكيك،
يصرخ للصباح معناه هايج، وهو ذاته معناه بأزول البكرم جمله وبأكله وبديه، معناه ما زي الجمل ضعيف وباطل. فذكر مرة التقبيل، ذكرت طبعا المرأة أيوة. وجينا فيها طبعا، ذكر واحد أخونا اسمه محمد الأمين، طبعا من أولاد البطاحين، أنا معكش له التحية من هنا. كنا قاعدين، الكلام ده كان في السعودية، فجبت لي كلام كده هو حكمة يعني، بتقول الدنيا بتهينك والزمان بوريك، وقل المال ببعدك من بنات واديك. قال لي يا أخي الكلام ده جميل يا أخي، انت ما تتمه. قلت لي ها، هو قال الكلام ده، قلت يا أخي كلامك ده جميل جدا ربيعة. قال لي والله أنا ما حافظها كلها وأنا ما شاعر، لكن طالما انت شاعر تمها من عندك. فانشغل لهم كانوا بيلعبوا طبعا، ومسكت الكراس حقه اللي كانوا مسجله فوقه، فقمت لما اتلفت لقوها زي 28 رباعيه. يا سلام، قولي علينا. نذكر منها جزء، قال الدنيا بتهينك والزمان بوريك، وقل المال ببعدك من بنات وهذيك، قلنا اطفرك اللي بينبت من اصابع يديك ان سويته مرواد بفقعن عينيك، المال بالضحى مهما بقي مباريك لابد من يزول منك ويحير بيك، ما تصادق كذوب بمصحر وبيغريك زي لبن العشر ان صاد عينيك بيعميك، الشاي للشرى لابد تبقى فريق، والمكتوب لك من غير شك تأتيك، أبرايا قصير في حارتك ما بديك، والتابع الدجاج طار بسمود ديك، أسمع رأي أبوك وافعل بما يوصيك، وسيب من يضحكك وافعل بما يبكيك، ترى العارية إن لابسها ما بتكسيك، والراكب قطر سيد بكرة ما بباريك، مو طبع الرجال الزلة والتبريك، وفي اليوم العبوس يصهر ويبين الكيك، في نوح تستخب به تشوفه ما مساويك، ساحة الحارة تبقى يقطعك ويشويك، والكبسورة نار ما بتحمل الحكحيك، القلب الصميم ما بهمعوك ونجيك، الخوافة نكره وبعده ما يعاديك، والخوف والبخل بقتل سنين ماضيك، وقلنا هناك قبيل ما عندك كبير شوف لك كبير يهديك، ورايك انعقدت تعمل بدون تشكيك، ان صنت الشرارة تولع وتدفيك، وصاحب الدين ببيعك ليل بدور يشريك، ابليس اللعين بالخير ابليس اللعين بالشرب وسوس لك، بينك وبين اخوك بعمل لك ونسيك ميك، إن حاربته بالخير إن ذكر طريق، وإن تابعته من كاس الملام برويك، ومو طبع الرجال الزلة والتبريك، وفي اليوم العبوس يسهر ويبين الكيك، في نوح تستخبي شوفه مساويك، وساعة الحارة تبقى يقطعك وشبيك. يا سلام يا سلام.